خليني سوفينير شباب تفكريني تهري في يا اخي. وما واش شفتي فيجي؟ كيفاش شفتي فيت؟ شفتي دوكتي جات التليفون تاع حطيتيه ما واش فيه؟ لا راه كان داخل واحد الجروب بلي غيدي شارجا داكشي علاش. سبحان الله العظيم تدخلت انا. ودابا علاش كتصور على التليفون؟ التليفون مالك كتصور عليه يا صالح ولا على اليوم؟ احنا دابا غنبداو التليفون من التليفون. طيب شي من التليفون كاع نوتي شاد. وانا مالي جديد لك اخويا. شنو راه كدير؟ مال المراه شنو؟ اش خاصه؟ شي خاصو يتجمع تيلا من شاد التليفون شنو زعما هادشي؟ خويا انا طبت من الصباح نجمع جمع 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 مالي خويا ما نقدرش نعطي راحه لراسي. مالك ما داير معايا الكونطرا؟ ويلي ويلي سمع طعم تقولي والد اربعه. شو الاعلان كبير. شو ما عندكم الاولاد وما كل شيء. ولا الاولاد راه متسرقه. درتي شي غدا ولا لا؟ راه كي طيب درت واحد الطاجين. رجعي واحد ولد عمي من طاليان. لاش اخويا؟ جي عندي يشوفني. خويا امك وباك يلاه مشاو. يمشي امك وباك تجي اختك. تمشي اختك تجي بنت اختك. ما عرفتش انا كيعجبهم يديروا عندي ليسكال هنايا. تا هو هذا تا هو جاي من طاليان انا عندي البحر الدار كطلع على البحر ولا شنو؟ مشي اخويا الكريشي وطير مشي شي مدينه يتنفس. او انا ما نرتاحش في داري. تريك عندكم ما كيبغوش ديالك ولا شنو؟ خويا انا تريكتي كتشوفها كدور بيك. الا جاو كيجيو عندي واحد مره في العام كيجيو يطلعوا عليا وكيمشيو. ويلا كترو كيجلسوا نهار ولا يومين نتوما راه كتعذبوا. او بزاف داكشي ولدنا احنا عندنا دورنا بحال الزواج. خويا داركم دار امك وباك ماشي هنايا. انا راه خويا باغا نرتاح هاد الوقت اخويا. راه وليتي باغي تعجن خبزه ولا جوج ويديو لك يومين باش انا نعجن الرام ديال الخبز حلا عندي الحصاده صباح واقفه. خويا انت كتصرف انا راه كنغسل الماعن ونصبح نعجن نصبح نجفف دير هذا خاطرو لا هذا باغي اتاي دابا باغي القهوه. مالي خويا على هادشي كامل هذه حياتي دابا الدور ديالك في المجتمع. مالي خويا انا جيتي خدامه عندك ولا والمهم اش بحال كتراد معايا ان شاء الله يرحمك الوالدين. جاي ولد عمك ولا شنو قوم بيه سبت ويا القهوه ولا ما تبرزتنيش انا تاويه. الو ايه وصلتيو؟ يلا طلع 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 للدوزين طلع فيه بيه عاد وقع لي انا نخرج عندك. يلا يلا مرحبا. انا جاي. اهلا اهلا ود عمي كبير كلشي مزيان انا سلامتك فراسك. كنا صونيت لك وكنتي الدوزيام ما كنتش غادي ندق على الناس تحت. معليش تفكوا كي داير بخير لاباس عليك صحيحه مزيان امور بخير. مرحبا بك تفضل الله يحفظك ودار دارك الله يحفظك. يا ودي نهار كبير هذا نهار كبير هذا الله يحفظك. واي يا رب كبير بخير لاباس مزيان الله يحفظك هاني الله يحفظك جانيتيني نتيو. مرحبا بك الدار زوينه تكتبها. ايوا الحمد لله راك عارف شويه وصافي علاش قريب درنا شي ولادات. انا ضروري حنا لي داوين اش غدير مكتوب الله داك الشيء ما كاتيبو صافي مزيانه صاحبي والله العظيم فيها ما يدار نزير الله عمر ظهرها ديال المدام ديالي تشرفينا ود عمو. نعم تشرفينا خويا. ما كنتش جيت العرس ما كانش عندي الوراق. داك الشيء يلا درتيهم. يلا درتهم. اول عام كتدخل المغرب؟ اول عام مزيان مرحبا بك الله يحفظك. عطاوني كونجي بزز عطاوني سيمانه قالوا لي نجي نشوف الحباب ونشوف الصحاب. شحال هذا ما جيتي عطاوك سيمانه؟ ايوا الخدمه هذه شويه مرونه شويه. واش ما قلتيش عليا هو؟ ما عمرني شفت وراه دولي صيفطنا 4 المان في العرس وعطانا 60000 وانا الاخر ذاك البريع قال لك واو هادي راه من عند سي محمد راه هو هذا هو ما جاش عصيفط. ايوا المهم ايوا الله يخلف عليك. ايوا والمهم انا غادي نمشي. غتمشي؟ غنمشي غادي نخرج عندي واحد الغراض تحت السفيره. شنو؟ عندي واحد الخدمه غادي نمشي نسافر غادي نسافر لكازا. وانت قلتي ولد عمك شنو تخليه وتمشي؟ شنو؟ انت ولد عمي هذا واش صعبين على هذا؟ احنا دم واحد راه ما كاينش داك الشيء. انا صافي خذي راحتك الدار وكذا ودي وتهلاي فيه وراه واقف على الزواج. مرحبا بك الله يحفظك يا اختي بارك الله فيك. والمهم اسمح لي انا غادي نمشي عندي واحد الخدمه. كيفاش عندي واحد السفير واحد اليومين ضروري. وا مرحبا بك راه الدار داركم خذ راحتك تولي بحال اختك حتى اي حاجه خاصك راه غادي توجد لك صافي خذ راحتك فهمتي راه ما نوصيك راه واحد اليومين وغادي نجي ومريح معاك ما والو.
ونوض يلا نريح، ولا عندي واحد السويعه دابا باقي لي واحد الساعه نريح نوك شويه في قهون ونمشي ديك الساعه. وصبروا بلاتي بعدا نجيب لكم تغداو عاد. لا 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 ما فيا اللي تغدى انا، خليه يريح معايا في القهوه وغادي يرجع ديك الساعه ويتغدى عندي الساعه. يلا كيف الشكل؟ وانت راه بحال بحالك، انا حنا خوت اما حنا الدار داركم انت عارف ليا انا. يلا زوجتك فايدة وسرتك واليوم راكي تعيري فيا، زوجتك فايدة وسرتك واليوم راكي تعيري فيا، شفتك في زناقي دوري ودخلتك واليوم الشيطان لعبتي فيا، جبتك مسخة ونقيدك اليوم سحرتيني ولعبتي فيا. وصلاح انا راه ما فهمت والو صحيح، واش انا يلاه جايب غندوز معاك يومين وثلاث ايام وغادي نمشي ندوز الصيف ديالي في اصيله، انت صاحبي تتقول لي انا غادي محرك ما غادي محرك وبقى في الدار واش خليني مع المدام صاحبي، هادشي راه ما تيدخلش العقل. واش واش درتي هاد البرانه باش نمشي بحالي؟ ونمشي بحالي خرجي ندير فكاسي راه طراحي من نشوف تحاشا صاحبي. والله خويا اللي جابك لي الله بحال الدرهم ديال الحليب، ما بغيتش توقف معايا خويا ديك السيده راه غنتفارق معاها باي طريقه. ولا مالي انا خو المحامي سي محمد؟ هذيك السيدة راه شاك فاش تخوني، شاك فيها كتلعب مورا ظهري وصحيبي راه ما لقيتش كيفاش ندير، راه باغي نتفارق معاها بأي طريقة. هذيك السيدة راه شاك فيها أنا، لأن بزاف ديال المرات كنلقاها خارجة داخلة أنا هنا أنا هنا، داك الشيء راني عارف شنو كاين أنا وأنا شاك، وما كاينش اللي يوقف معايا من غيرك الله يرحملك على الوالدين. كيفاش أخر غنوقف معاك؟ خويا أنا باش تعرك عليا ديك السيدة. كيفاش أخر غنعرك؟ خويا انا راه قلت لي غادي مسافر غتبقى حتى وياه في الدار. لعب لعبك شي غادي نقول لك شنو خويا؟ السيده نحترم ما تقدرش نشوف ليها في عيني ياسر. انت كتحترم انا رمو كوني راس ديال الجمل صاحبي، انا ما تنهجش الراس معاه انا اصاحبي، انا ما جاوبتش ندوي معاه انا اصاحبي بحال ما عادش نواكل. واش ولد عمك اصاحبي الشخصيه والحاله والهيبه وكذا وهادي ما بقايش نقد نهز الراس انا في الدار، وليت بحال مسطق نجي نشوف السيده كتلعب وما كنقدش ندوي انا كنبقى نشوف كنشوف هذا هو في التليفون ميساجات ماشي سالي. واش واش انا بغيتي نبقى مغمض بحالك وعايش دار غفلون تبغي لي انا الدار؟ وقف معايا الله يرحم لك الوالدين صح، خليك خويا لعب لعبك انا بغيتك تعرك عليا باي طريقه. ما تخيل معايا ما تعركتيش قلت لي خاسلك ما ناقش لا ما والو، هذيك الساعه غتمشي نمشي نطلق بارد انا تخيل معايا دابا غادي نطلق اما الشاكيه والصداع صاحبي نافاق كذا هو هذه والروينه فهمني صاحبي. وانا كشي ما قالتش عليا باش نمشي نضرب الحبس صاحبي واش نوجد الحبس ما قلتش عليه داك الشيء صاحبي، ما قالش هذاك التكرفيس وقف معايا تعاون معايا في هذه اللقطه هذه راك عارف شنو كاين خويا. واش انا جاي ندوز يومين انا صاحبي كونجي ديالي تدخلني في هذه المشاكل صلاح؟ وقف معايا السيمو راك عارفني انا تنوقف معاه، انا تبغي نمشي بلاصه مش ندوزكش الله يرحم لك الوالدين صاحبي. انت عارف شنو كاين عرك عليا انا وهنك الصوت خويا، انا ما بقيتش عارف اش كاين. اي حنا عطابر كل شوف يا بنت الناس انا وياك ما فاهمينش صافي كل دوز من طريق علاش هاد المشاكل كاينه؟ وانت غتنوض هي البلوكس ديك الماركه غتقول لك صافي حنا ما فاهمين صافي سالينا، ديك الماركه راه باش تخرج منك السمن هذيك اصاحبي، داك باش تهونك تخلي بحال مساطي في الزنقه. ودابا انا كنت تهز الراس فيها اصاحبي الله يرحم لك الوالدين وقف معايا في هاد المحل. انت فين غتمشي؟ غنمشي عند واحد الدري صاحبي نسكن عنده وين ما قدرت تخدم الغاره. فين كاين صاحبي؟ ها هو هنايا في الفيلاج عارف قريب حسام؟ اه هذاك الدري صاحبي كتعرفو تقريبا باكاري باكاري يعني. الله انا بغيت كل هذا غنمشي عندك تما نجي عندي تما ما كان شي حاجه جديده راه حنا بيناتنا تما تقصد طيري باطريه ولا شي حاجه سيما واخف شنو ولا نقول شي كلمه مشات تجمع لي بنادم تقول لك هكذا وهادي لوسي باغي يدير ليا باغي فهمني يا صاحبي. واش انا خاف على راسي راه وريقات عندي خويا خدام انا صاحبي راه خدام انا في طاليا راه صافي الخدمه الاولى جات بشومين انا وين نشوقف عباد الله. ديك الماركه ما ديك الماركه ما كتخافش وما كدير شي حاجه عارف اش كدير ديك الماركه تلعب لعبك بالعقل صافي سيما الله يرحمك هو انا خليني انا نرتاح الله يرحمك هو انا راه مرضت او بحال مسطي يا صاحبي واش نكون طار انا بحال صافي طيب سيدي صافي انا نوقف معاك فاش وصافي اخو سير عندها دابا دابا اخو سير طلع للدار وخليك معايا لقات التليفون وانا ما نتفيش على التليفون صافي انا وياك على اتصال الله يدوز هادشي صاحبي انا دوختيني والله سير رد البال صح عرض البال وداك الشيء على العقل. الدنيا الطياره ما مرضتني في حياتي يا صاحبي، ولدني انا ما خلاتنيش انا بنادم كاع.
كون بلاتي صافي كيدير خير زيد صلاح راه مشى ديته المحطه ايوا وصافي انا مشيت نديرو جيك فين غادي تمشيو ديرو تجي زيد انت زيد يا زيد زعما راه خلاك في الدار وادخل مالك حشمه الشوجا نبقى نجر فيك من الباب نجرك ثاني من المراه مالك ما عرفتش غادي ندخل ها ربي انت كلشي قدامك اللي عجبك جلس فيه سيد دخل سيد ما يحفظك ايوا سيدي عاودينا على الطاليان ومشاغل الطاليان كدير هذيك البلاد البلاد زينه صراحه ايوا حنا جينا نشوفو الحباب ماكش بحال حشمان بحال مالك تطلق شويه مالك ايوا الطاليان زين ولكن ديما كيبقى عقلك في المغرب راك عارف جيت انا نشوف شي بنت الناس ونتزوج والله تما سطي ما يدار والله السلام عليكم السلام جاي باغي تزوج اش تطلع لك من الزواج اش طالع لي انا شو دابا ولد عمك دابا هذا الصواب انت جيتي خلاك وزيد يلا وخلاني انا ما عقلش عليا السلام عليكم السلام عندي خدمه غنمشي تا سرت كمش ما تقدر دير شي زواج والله العظيم تتزوج على صدع الراس قولي لا مزو لا مزو لزواج القهره وبيني وبينك شي هاد البلان انت متخارش ليا العقليه راه فهمتي ما دخلت خلاني بحال هكا دابا معاك باش تعرف الصواب كي داير تيرا ماشي صواب هادي ديال ديال قلة الدين مشيت الصواب هو وكاع ما قال عليا زادو خلاني معاك عادي جدا قولي ليا واش نتوما ديما بحال هكا ما فاهمينش حتى كنت شويه ما فاهمين ما كاين لا تفاهم لا حاجه داخلين نقر خارجين نقر انا العدوزه ما ساكنش معايا ولكن هو تبارك الله فيه الكفايه في العدوزه واللوسه واللوسه ومرت الشيخ وما انا كل شيء فيه وتي زعما اشنو بنقول لك زعما زعما تي شنو من مالك وحلت فيك الهضره واش نقول لك واه هو ولد عمي خاصه العصا صراحه الله الزين والجمال ومرا زوينه بحالك بحال الكوت الصغر عمي نسي معاك ما مسوقش ما على بالوش تاعي طلي منه وهنا طلعت زيد من بعد انا والله ما كرهتها صراحه طلعت مشيت تبارك الله تعالى شوف ربك كي داير حتى انا كنعرف واحد البنت عند شي بنت جيراننا كانت حالتها حاله طلع لها دابا ولا جيب هذاك المرسيدس اخر ما كاين ما عرفتش داك الشيء انا مش هذاك العجب غير البنات كيخدموا في الدار كنت كنقابل اسمها مع حتى شي بانيه وماما خويا يمشي نقابل شي بانيه ونسكر وناكل ونشرب وخلص السيت القاريه ديال الشهر اودي اودي ايوا شنو هي بنت اللي باقا ما غتزوج باغي تقلب Thank you.
نقيتي شويه تيشيط ودامي هذا راه خاصو اللي يشط ويربطو فشي طوموبيل ويبقى غادي يجار ومن خور يبقى يجر بعض بزاف علي خليت الزين هذاك يضيع. واش يا سيدي ولد عمك فين وصلنا معاه؟ مسطي هذا والله يجب مسطي مش عم مسطي خاصو عقل ولكن إلا ما اهتمش هو بركة في اللي يهتم. أنا كاين موجود ياك؟ إوا صافي سيدي قولي ليا دابا يمشي غادي وقت ما بغيتي اليوم ايوا صافي ايوا انا ردي واحد الغرض مشي نقضي ايوا ملي نجي شي طويجين وشي كوليسات تكون يا سلام صافي واخا سيدي مرحبا تهلا يا راسك يلا باي باي تهلا في راسك سانتا الله يا صالح الله مش حال هادي يجيب هاد ولد عمك اخوين بينا انا بغيتك ما ترجعش انت علاش ما كتجاوبنيش يا صاحبي اقول لك ما كتجاوبنيش جاوبك هي حدايا وراه ما كتحيش من حدايا صاحبي راه تعرفني دابا معاك راه غنفرشوا حنا كلشي انت كتصحاب بنت الحرام عيطت ليا في التليفون سولتني انا فين ولا فين وصلت ولا فين درتو حتى والله ما عيطت ليا بالله ولا سولت فيا انت قول لي بعدا كيدير حالك وانت انا بخير انا بخير واه بخير انا قول لي شنو واقع في الدار عندي صاحبي راه داك كريت اخويا انا خويا راه شفت شفت ماشي بحال هذوك العيالات صاحبي ترى السيده بالسيف وترى طياره صاحبي ترى ضربه صاحبي ترى ضرب قيامك حنا في اوروبا وش يقول لك نصارى واخو نصارى راه ما حنا يا صاحبي انا شنو نقول لك انا راه تنمرق والله حتى انا تنمرق انا مرقش اصاحبي عرفتي النهار فاش خرجتيني نشربوني القهوه فاش رجعت داش معايا ديبار فاش داش معاك ديبار شنو درت لا خلي حشام نقول لك قرب راه وانت قول لي قول لي انا قول لي شنو كاين اصاحبي قول لي انا عارف انا صلاه عند ود عم زين وبتاع وانت كتشوف ود عمك مخلي النعمه كطيع وعمر بلاصته وحده صون غيبته وكدير ليا ها وكدير وديك الهضره وديك الارقام ديال التحلوين اخويا راه بزاف اصاحبي راه شنو نقول لك انا اخويا راه انا راه عرقت انا ديك النهار والله انا خويا غنمشي نحيد الدين من الارض هذه ما خاصهاش تبقى اسكت اسكت راه نقول لك انا حتى هادشي راه بزاف اصاحبي ترى انا الشيطان وانت تمشي للحبس ايوا انت كتقول لي ايوا سير اخو اقتلها وشكون اللي مشارك معاك ود عمك وغنمشيو نوي للحبس وضيع يعني خليني انا متشرد هنا في هذا المغرب هذا تخدم ما يعقلك وكون راجل اصاحبي راه تجي وحده وتجي وحده كتضرب التليفون بزاف ياك وكاس هذا راه صاحبي ياك ما كيجيش شي واحد للدار لا ما جا حتى واحد ولكن اصحابي راه كتهضر مع هذوك اللي كتقول شبات داك شلونك شمن لو غير صافي هضر لي مع الخارجيين داكشي اللي كتشاف ولا كنقول لك داك تقول لي لا راه واحد الابليكاسيون داخله ليها هكدا يا كان مزومقه اللي دابا بنت الناس هذه دابا هذه خاص ديال المجلي اثر على قاوني معانا على قاوني معانا فين كنت نعرف ديال عقل انا فين كنت نشوف هذا المارك انا تغمس انا ما عرفت واكل انا شي حاجه ما عرفتش شنو انا بقيت عارف اش كندير انا طلعت شي وانا هرك انا ما كاش مين يشرب من دم ما نحصل انا باي طريقه ما نتفك مني انا بغيت نتهنى وشوف اصحابي راه اليوم راه ما دايره معايا باش كيفاش دايره معاك باش شنو باش ايوا تفهمني يا سامي صافي دغيا وصلت وهي راه اليوم دايره نمشي دابا خدم معايا عقلك انت دابا انا غادي نمشي للدار ياك انت غادي تتبعني وغادي نمشي وغادي كذا وندخلوا اللعيبات والطن وهي غادي اتونسيون كون معايا شكل وكذا وهادي صافي صافي معاك صافي خدم معايا عقلك صافي نخدم عقلي كون هاني وكون معايا شكل لا كون هاني صافي اتونسيون لا ما تشوف تخممش هذه ما تستاهلش هذه تستاهل عجله صايب شي فحال عليا انا اللي ماركه بعد ما ندير بها انا اخويا راه اللي عليا درت الله يرحم لك الوالدين راك خويا ماشي شي واحد اخر ويلي 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 على غديده ويلي 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 ياك ما قصتي ولا شي حاجه تعيب لك تسول السؤال صاحبي واش عارفني ندير واش عارف بيناتنا الدم صاحبي انت واش من نيتك تسولني السؤال ياك تشوري ياك تلعب مورا ظهري ولكن قسما من ربنا ما توقع فيك انت خاصك الجلق انت خاصك ما تبقايش تيا في الدار خاصك تمشي لشي خلا وتعومي فيه راسك منين كنتسنى في هذا النهار هذا تانا والله العظيم
شنو هو نهار قال لي صراحه راه يجي واحد ولد عمي هذا من برا ومسنيش قلت هذا شي هرقاوي ويلي قلت انا غيكون شي واحد شي شارف وشي موسخ وشي حاجه شي هرقاوه ساعه داك شي صداعك ديال صدمتيني ياك يا صافي شنو اليوم زاهيه اليوم سيدي من وجه ديالك واحد العشيوه ما يا با واحد العشيوه تاكل موراها صبيعاتك واحد الليله غندوزو نحاوت لك ايوا بيه ايوا شاش غدير انا غادي نمشي ندوش نشد راسي وغادي نجي عندك صافي صافي فيني البريزي ديالي الله يحفظك شنو غادي نشد منه واحد البيجامه بيجامه نلبسو ونقعد هكا ترتاح بغيت الصاك ديالي فيه واحد البارفان انت هي داك الصاك ديال الدار اللي كنشم عندك هذيك صافي هانتقل الباليزه راه الساكاتو معلق صافي وجدي ليا غنمشي ندوش ونرجع نتهضر شحال داك تنعس لا ما نعس ما نجي ما لقاكوش خرتي لا ما نعس فينك صافي خليك تما حي صافي كيف؟ اش بغيتي؟ هو انا غنمشي بحالي اللي عليا انا درتو وهي مرتك مسقيتي هكا دابا الله يرحم لك الوالدين اخويا انا بزاف ما تقول لحد داكشي اللي تهلا ما نقولو حتى واحد الله يرحمك داكشي بينا وبينا ما كامش رضاوش داكشي اللي اتفقنا عليك وبين عاد حسام هو اللي غادي يطبق لا صافي يكون هاني الله يحفظك الله يرحم لك الله يدير لك شي سيرة بزاف على هاد المجيء هادي الله يحفظك شنو ندير لك؟ واش نذبحك نقتلك اشنو؟ لا انا نفهمك نفهمك راه غتقتلتيني شوف ما غندير فيك ليدي لا والو خائنة فهمتي ما عندكش المذهب شي الوجه باش هزي ما كاينش ما عندك الاصل لا مفصل لا والو ما سمعت خويا ما ود عمي هذه هي الثقة ديالي وهذه ها حولك التليفون داوي فيا يوميا والخروج دخل ها هادشي كامل دايره وظهري انا هو عمك هو اللي تيدور بك لا هو مسكين اللي باغي يدير وباغي يدير وباغي ولا هو مسكين اهو حتى هي بريئتي شتي ما كاينش بحالك اهو شوف غنقول واحد جوج كلمات كنقسم لك فمي والله العلي العظيم الى دابا نحيد لك الراس ديالك نحيدو من بلاصتك ولكن انا ما غنديش فيك يديا باش ما تستاهليش شتي هي موسخه ديال الرخله سمعتي مسجله صوت وصوره ونسمعك علاش نديرو سمع حبيبة اسمي حبيبة 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 شي ها انت مرت الراجل دابا انت دابا مرت الراجل وتنعسي في بيت الناس ديال الراجل والمرا ها جوج كلمات هي غتنازلي وغتهزي عليا شطيطك هاد الماري وخوا ريحتك ما تبقاش وتيشير ديالك ما يبقاش عندي هنايا كلشي مشيت مالط اللي جيتي في العرس ديم دار خواليا ولا غنديك للبوليس وحده في الجوج ما تقولي لها ها لا ها غير تلعب بيا الشيطان وصافي وانت الشيطان راه هو انت وراك انت هي الشيطان الشيطان يجي عندك ويجلس الارض انت شتي بنادم انت اسمح لي والله ما بقى نحب والله لا سمحت لك شتي شحال هذا وانت هذا التليفون ما تيزكاش وكذا وانا شاك كان عندي واحد الشيك شحال هذاك هذيك هذا وبقيت سارح كنت نقول زكاله يهدي الله يهدي الله ولكن انت لا انت ماشي ديال الدار انت ديال الزنقه غتبقاي في الزنقه الله تقعدي عليا من هنايا شوف ما كاين لا عافاك لو تقعد عليا من هنا